وصلنا لغاية الآخرة، لقيت نفسك قدام الصراط. الصراط جسر فوق جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف، عليه كلاليب وخطاطيف، مظلم شديد السواد لأن تحته جهنم سوداء مظلمة، هو كبري فوق النار. لما تعدي تلاقي باب الجنة قدامك، فأنت طول ما أنت بتعدي يظهر لك باب الجنة، يظهر لك أول ما تعدي قدامك باب الجنة، كله هيعدي على الصراط. وإن منكم إلا واردها، الناس فهمها غلط، كلكم هتقعوا فيها، لا كلكم هتعدوا فوقيها. الكبري ده الصراط، عديت لقيت باب الجنة قدامك. بس الصراط هنعدي عليه بالدور. يعني إيه بالدور؟ يقول النبي يضرب الصراط وكأنه بيضرب بيتحط قدامك فوق جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يمر على الصراط. وبعدين الصراط لما هيتحط تختفي السماوات والأرض، يوم تبدل السماوات والأرض. فقالت السيدة عائشة: فأين نكون يا رسول الله يوم تبدل السماوات والأرض؟ قال: على الصراط. فما عادش فيه غير صراط وجنة ونار، ما فيش خلاص، صراط وجنة ونار. فواحد بيسأل سيدنا علي بن أبي طالب، قال: متى أطمئن يا إمام؟ قال: عندما يكون الصراط خلفك. ما فيش طمأنينة إلا لما يكون الصراط وراك. بس مش ملاحظين حاجة؟ هو اسمه إيه؟ اسمه الصراط؟ أيوة. والدنيا اسمه الصراط؟ الصراط المستقيم. إيه ده؟ اسمه الصراط المستقيم؟ وإيه؟ طب هو دي مش لخبطة؟ لا، ده نفس الاسم. إيه ده؟ إيه علاقة صراط الدنيا بصراط الآخرة؟ مش الاستقامة امتداد شرع التقوى؟ الله. وصراط الآخرة امتداد شرع الصراط المستقيم في الدنيا. الله. هي دي عشان كده ما سموهوش كبري. ليه ما سموهوش كبري؟ لا، اسمه الصراط عشان التانية اسمها الصراط، عشان يربط في ذهنك وعقلك لو مشيت هنا صح تمشي هنا صح. ثمرت الآخرة يعني. فكأن المعنى: فإن مشيت يا عبدي في الدنيا كما أحب، أمشيتك على الصراط كما تحب. عايز تعرف هتعدي الصراط ازاي على الصراط؟ سهل قوي، شوف انت ماشي ازاي في الدنيا، معوج ولا متفق مع مبادئك وقيمك. الله. طيب والصراط ده منور، وانت مش بتقول ضلمة هنعدي ازاي؟ لا، ما هو النور على حسب نورك في الدنيا من هداية الصراط المستقيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يكون نوره كالجبل، زي الجبل اللي ورانا ده يضيء له، ومنهم من يكون نوره كالنخلة بيديه، ومنهم من يكون نوره كصابع إبهمه يضيء ويطفئ. أما المنافق فلا نور له. خلي بالك ليه قال كلمة المنافق؟ لأنه مش متصق مع ذاته، بيتحقق أعلى درجة الفجوة بين الداخل والخارج، عشان كده استخدم كلمة النفاق. النبي أم رسم لوحة؟ إيه ده، هو النبي رسم لوحة؟ أيوة، اللوحة دي لوحة، في نقدر نقول أول لوحة أرت في الإسلام، رسم فكرة لها علاقة بالصراط. رسم ايه؟ مربع. الرسمه موجوده في البخاري اهي، كندة بدات ترسم اهي، وطالع من المربع، جوه المربع وبره المربع خط مستقيم، نصه جوه المربع ونصه خط بره المربع، ورسم جوه المربع خطوط متعججه، شوف معوجه، خطوط معوجه. ايوه هي الرسمه دي يا منى، هي الرسمه دي. ايه ده؟ ايه؟ امسكي كده ثانيه واحده عشان اشرح عليها، خليكي ماسكاها. ايه يا رسول الله ده؟ ده المربع ده، قال: هذا عمر الانسان. وهذا صراط الله المستقيم. واخدين بالكم ان جزء جوه العمر وجزء بره العمر، لان الصراط شارع واحد. طب وايه المتعارك دي؟ قال: هذه السبل، على راس كل واحده منها شيطان يدعو اليها. ثم قرأ قول الله: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلها. قولوا: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى الله على سيدنا محمد. ايه الجمال ده وايه العظمه دي؟ فاضل ايه؟ هنعدي على الصراط ازاي؟ السرعات على الصراط على قد تقواك واستقامتك في الدنيا. يقول النبي: فمنهم من يمر. انت متخيله حالتك وانت هتحطي رجلك على الصراط، والنبي واقف على جنب الصراط بيقول: يا رب سلم، يا رب سلم، عشان كل ما يعدي واحد يدعي له: اللهم صلي عليك يا رسول الله. هتخشي بقى على الصراط، تخيلي إحساسك. السرعات حسب التقوى والاستقامة. يقول النبي: فمنهم من يمر كالبرق،
قالوا كيف كالبرق يا رسول الله؟ قال أما ترون البرق؟ خلاص لمحة بصر يا الله. ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالراكب الجواد، راكب حصان سريع أو عربية سريعة، دي ثلاث سرعات. ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يسقط من الصراط فيسقط في جهنم. ثلاث سرعات تقوى واستقامة، ثلاث سرعات ما فيش تقوى واستقامة، ضعيفة، واحدة فقدت كل شيء. يا الله، وكأن النبي بيقول لك تخيلي سرعتك على الصراط حسب تقواك في الدنيا. فلو تقواك 60-70 تخيلا، يعني 60-70-80، يا إما برق يا ريح يا راكب جواد، تقواك واستقامتك قليلة، استحملي يوم القيامة على الصراط، يا مشيا يا زحفا يا حبوا، انت اختار سرعتك حسب تقواك واستقامتك. آخر حاجة عن النواس بن سمعان قال: قال لنا رسول الله ذات يوم: ضرب الله مثلا، هيحكي النبي قصة، صراطا مستقيما، طريق، وعلى جنب الصراط سوران، في السوران أبواب مفتوحة عليها ستائر مرخاة، وعلى رأس الصراط داعي يدعو: أيها الناس ادخلوا صراط الله المستقيم ولا تعوجوا. وعلى رأس الأبواب داعي آخر: كلما أراد أحد أن يفتح ستائر ويدخل في الباب قال له: ويحك، لا تدخله، فإنك إن دخلت سقطت فيه. حد فهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الصراط فهو الإسلام، امشي صح زي ما ربنا عايز، وأما السوران فهي تقوى الله، وأما الأبواب المفتوحة فهي أبواب الحرام، عليها ستائر يزينها الشيطان، وأما الداعي اللي على رأس الصراط ادخلوا ولا تعوجوا فهو القرآن، وأن هذا صراطي مستقيما، وأما الداعي اللي على رأس الأبواب فهو واعظ في قلب كل مؤمن وتأييد من الملائكة. قولوا اللهم صلي على سيدنا محمد. شايفين الباب دون؟ الباب دون ده باب مكتوب عليه المال الحرام، بس عليه ستارة بكل الألوان اسمها الفهلوة والنصب. شايفين الباب دون؟ ده باب مكتوب عليه العري واللبس الحرام اللي ما يليقش، بس عليه ستارة شيك مكتوب عليها الموضة في الصيف. شايفين الباب دون؟ ده باب مكتوب عليه شرب الخمر، بس عليه ستارة عليها واحد حاطط عضلات ومكتوب عليها خليك راجل. ويحك لا تدخله، فإنك إن دخلت سقطت فيه. دي قاعدة النهارده.